أنا سامح محمد رزق عطعوط من ساقة المنكات عشمون من وفاية سني 35 سنة. أنا أخذ الحرفة عن والد الله يرحمه من زمن بالها يجي 40 سنة. تعلمت معاه من سن من أيام الطفولة من المدرسة ولحد ما شربت الصنعة كويس وبيت فيها الحمد لله. أحمد موسى اللي هو موظف الباب رزق جميل، فهو تعرفت عليه وهو اللي عرفته وخدت من خلاله الكارد وجبت منه كارد. أول كارد 8000 جنيه وبديت بيه، جبت خامات بسيطة في الأول وواحدة واحدة كده يعني لحد ما الكارد كبر والشغل كبر معايا وطورت من نفسي وكده يعني لحد ما وقفت على رجلي يعني. هنا طبعا بشتري الخامة وبعدين أشقها في منشار تاني، بشقى في الخشب بتاعي وبعدين بجيب الخشب هنا زي ما انت شايفه هنا وأصنعه بقى هنا مراحل مراحل، يعني مثلا على المنشار الصغير على مرحلة تانية تالتة لحد ما أشطبه النهاية. بحلم من المشروع بتاعي يكبر ويبقى مصنع بعد كده، على اساس يعني بعد كده اخد كارد كبير في المرحله القادمه ان شاء الله الجايه، الكارد الجديد ان شاء الله، واكبر اجيب معدات كبيره ومنشار كبير واوسع المكان بتاعي واجيب عماله تشتغل معايا وافتح بيوت كتير.